إذن صاحب الفضيلة، يعني لعلنا نبدأ هذه الحلقة ونستهلها بهذه الحملة المباركة، حملة معا ضد الإرهاب والفكر الضال، والحديث عن الإرهابي وعن الفكر الضال أيضا يا شيخ، يعني حديث يطول والحاجة له كبيرة والحاجة له ماسة، ما تعليقكم حفظكم الله؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأسأل الله الهدى والتقى والعفاف والرشاد والغنى والسداد في الجواب والصواب في العمل. ما يتعلق بهذا العنوان، وهو عنوان حملة أطلقت في منطقة القصيم للشنها، أميرها موفق الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز وفقه الله، بحضور لفيف من أطياف المجتمع من العلماء والدعاة والخطباء والمفكرين وأعيان المنطقة والمسؤولين. هي في الحقيقة حملة جاءت في وقتها والضرورة وليست نعم. الحاجة الضرورة صحيح. داعية إلى حملات توعوية، حملات تبصيرية، حملات إرشادية. تستهدف من يا شيخ؟ تستهدف التوعية العامة لجميع شرائح المجتمع، وتخاطب الفئة المستهدفة بهذا الفكر من قبل المنحرفين، وهم فئة الشباب من الجنسين الذكور والإناث. الإرهاب بالتأكيد أنه ظاهرة تقض وتزعج العالم كله، على اختلاف بواعثه في الانزعاج، وعلى اختلاف دواعيه في التعاطي مع هذه القضية، وعلى اختلاف تفسير الإرهاب من بلد إلى آخر، إلا أن هذا المسمى ثمت فيه قواسم مشتركة تجتمع عليها الأمم وتتفق عليها التوجهات في أن الاعتداء على الناس بمبدأ فكري بتكفيرهم أو بأذيتهم في أرزاقهم وأموالهم وأنفسهم دون ما مسوغ ودون ما مستند، أن ذلك يعد من الأعمال الإجرامية التي يتفق الناس على أنها من الضرر الذي يسعى إلى محاصرته. ما يتعلق بالإرهاب في مفهومه الذي يتداعى المسلمون لمحاربته، هو الخروج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الإصلاح، هو الخروج عن هدي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع المخالف، هو الخروج عما كان عليه سلف الأمة الصالح من الاعتصام بالكتاب والسنة والاجتماع والائتلاف ومعرفة حقوق ولاة الأمر الذين بيّنت النصوص حقوقهم من الطاعة وعدم نزع اليد من طاعتهم إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله سلطان، فليس كفرا محتملا ولا كفرا مشتبها ولا كفرا مؤولا، بل كفر صريح لا يختلف فيه اثنان ولا يمتري فيه شخصان. ما يتعلق بالاعتداء على الناس، بالتأكيد أن الاعتداء على الناس والنيل من دمائهم، النيل من أعراضهم، النيل من أمنهم، النيل من مكتسباتهم، هو من الأمور التي تستوجب التداعي لمعالجة هذا الخطر. ليس الخطر فيما أصاب الأنفس فقط، وليس الخطر فيما أصاب الأموال فقط، وليس الخطر فيما أصاب الأعراض فقط، بل هذا كله خطر، ومنه أيضا وأخطر منه ما يتعلق بتشويه الدين وتدمير أمة الإسلام وتفكيكها وشرذمتها. فالأمة اليوم تعاني من الإرهاب ومن الأفكار الضالة ومن التكفيريين ومن الساعين لتمزيق لحمتها بصورة مفزعة، ويؤكد أن هناك أيدي آثمة وأفكار إجرامية تدعم هذه التوجهات، تسعى إلى إشاعتها ونشرها بين الناس، تسعى إلى إيجاد مسوغات لها، إلى استقطاب الشباب، إلى محاولة غسل أدمغتهم وتجنيدهم لتحقيق أغراضهم
في غاية الغياب عنها، هم لا يدركون ما ما ماذا يراد بهم، هم أدوات لتنفيذ مخططات أعداء الإسلام، مخططات من يريدون بالأمة سوءا وشرا. ولهذا منذ أن برزت هذه الظواهر الرديئة التي شاعت في عالم المسلمين اليوم، وهي الأفكار الضالة، الأفكار المنحرفة، الأفكار المكفرة المضللة التي تتسلط على أهل الإسلام وتسعى إلى تمزيق بلاده، السؤال ما الذي جنته هذه الأفكار على شتى أطيافها وتلون أسمائها وتنوع راياتها؟ ما الذي جنته؟ ما الذي حصلت؟ ما المكتسبات التي قدمتها للأمة؟ سؤال يطرح نفسه، لأنه أي مشروع يمكن أن يطرح يمكن أن يناقش بنتاجه، فالنتاج هو الصورة التي تبين صحة المسلك وصواب المسلك في جزء من التقويم، ليس في كل التقويم، إنما في جزء من التقويم أن تنظر ماذا أنتج هذا التيار. ما الذي أنتجه هذا التيار؟ لم ينتج إلا سفكا للدماء، إلا تمزيقا للأمة، إلا تشويها للإسلام، إلا تفننا في إلصاق كل سبة بالإسلام والمسلمين. يعني هذا القتل الشنيع الذي يمارسه هؤلاء بصور قبيحة، بقطع الرؤوس والتسلط على الناس بإحراق الأحياء وما أشبه ذلك من أوجه الأذى والضرر الذي فعلوه، غير ما يفعلونه من تسويغ الاعتداء على الناس، من تكفيرهم، من إخراجهم عن الملة، من استباحة دمائهم وأموالهم وأعراضهم، لا شك أنه خطر عظيم وشر كبير يستوجب التداعي لمعالجة مثل هذه الأفكار. ومعالجتها لا تقتصر فقط على التناول لبعض جزئيات هذه الأفكار أو بعض الآراء المنحرفة أو الآراء الشاذة لبعض أفرادها، إنما لابد من الغوص في حقائق هذه الأفكار و طريقة تفكير هؤلاء، وأيضا في ما الذي يجعل هؤلاء ينفذون إلى شبابنا، ما الذي يجعلهم يصلون إلى الزهرات في المجتمعات من الذكور والإناث لاستقطابهم واستمالة توجهاتهم. هذا سؤال يحتاج إلى أن نتداعى جميعا من العلماء ومن المفكرين ومن النفسيين والإعلاميين والتعليميين وسائر فئات المجتمع لبحث ما الذي يجعل هؤلاء يستطيعون أن يستقطبوا فلان وفلان وفلان ممن أحيانا يكونون على استقامة في أخلاقهم، أحيانا يكونون على تفوق في دراساتهم، هناك ألعيب وهناك أوتار يعزفون عليها وقضايا يطرحونها وأساليب خبيثة يستدرجون بها الشباب ويتطورون بها من خطوة إلى خطوة. نحن بحاجة إلى أن نكون على وعي عام وأن يطرح هذا على مستوى واسع وأن يعرفه الناس في بيوتهم وفي مدارسهم وفي إعلامهم وفي مساجدهم وفي سائر مواقعهم، حتى نستطيع أن نفكك هذه الخطوات التي يسلكها هؤلاء لتدمير أمتنا وتدمير مكتسباتنا والنيل من أوطان المسلمين على وجه عام. ونحن في هذه البلاد المباركة التي شرفها الله تعالى بأن ضمت أطيب البقاع وخيرها مهبط الوحي، المملكة العربية السعودية حفظها الله، تنعم بخير عظيم وتحقق برا كبيرا في تحقيق الشريعة، وهي الدولة الوحيدة في العالم التي تعلن تحكيم الشريعة وأن القرآن العظيم هو الدستور الوحيد وهو المصدر الوحيد الذي تستقي منه، القرآن وتفسيره السنة النبوية هما المصدر الأساس لأحكام هذه الدولة وما فيها من أعمال وما فيها من تنظيمات. ولهذا لا تجد نظاما من أنظمة الدولة إلا ويستقي من هذه الشريعة ما يصلح به حال الناس، وما فيه من تنظيمات إدارية لا يعارض ما فيه من أحكام شرعية، بل
إن النظام الأساسي للحكم ينص على أن كل ما يعارض الكتاب والسنة فإنه غير معتبر، وهذا فضل عظيم وخير كبير ينبغي أن يبرز. نحن نحتاج في معالجة هذا الفكر الضال في هذا في الذي يتسلط لا سيما على هذه البلاد، نعم، ويترك بلاد الدنيا الأخرى فتسلطه وسهامه وذمه على هذه البلاد، لأن هذه البلاد تمثل تحدي، هذه البلاد تفشل مخططاتهم، هذه البلاد تبرز الإسلام على حقيقته التي يقتدى بها ويحتذى، فلهذا كانت محطة لهذه السهام وهذا النقد المتوالي من جهات منحرفة مكفرة عديدة باختلاف خلفياتهم العقدية واختلاف توجهاتهم يصبون جام غضبهم وانتقادهم على هذه البلاد. هذه الحملة المباركة أرجو أن تؤتي أكلها، وأنا أدعو المناطق جميعا، نعم، وأدعو البلاد الإسلامية عامة إلى أن تركز على هذا الجانب، لكن ينبغي أن تكون على وضوح وعلى بيان وعلى هدى وعلى خطى واضحة في بيان ما هو الإرهاب الذي يحارب، وحتى لا يكون ذريعة لبعض أصحاب الأفكار المنحرفة أن يحاربوا الإسلام باسم محاربة الإرهاب، فهذا توريط وإجهاض لهذه الفكرة، ولذلك ينبغي أن يحذر المسلمون من هذا الإشكال وأن يحددوا مواطن الخلل. هذا الفكر الخارجي الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتسلط على المسلمين بالتكفير، على بلادهم بالتفجير والتدمير، على أبنائهم بحرف أفكارهم، يحتاج منا إلى معالجة صادقة، معالجة تهتدي بنور النبوة وتستقي من معين القرآن في معالجة هذه الأفكار الضالة. وإنه لمن العجب أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الآراء المنحرفة التي ستطرق هذه الأمة ولم يأتي في كلامه من النقد والتحذير وبيان الخطورة كما جاء في التحذير من الفكر الخارجي، من الفكر الخارجي الذي تعتمد عليه والفكر التكفيري الذي تعتمد عليه هذه المنظمات وهذه الجمعيات الضالة التي تتسلط على المسلمين بالقتل والتدمير وسائر ألوان الإفساد. أسأل الله أن يكف شرهم على المسلمين وأن يحمي أبناءنا وبناتنا من ضرر هذه الأفكار وأن يعيننا على تبصير الناس وهدايتهم إلى الصراط القويم إلى الكتاب والسنة وهدي ما كان عليه سلف الأمة. اللهم أمين. أحسن الله إليكم. يعني شيخ، وهذه الحملة يعني هو هذا الإرهاب وهذا الفكر الضال هو لا يحتاج إلى أيام فقط ليحارب ويواجه، هو يحتاج حملات تستمر يا شيخ، لأنهم هم يعملون ليل نهار، صحيح، فيجب ألا نتوقف وتتضافر الجهود. بالتأكيد عمل أصحاب الأفكار الضالة ليل نهار، نعم، وعجلته تطوي البلدان بهذا الانتشار الفضائي الذي لا يعرف حدودا ولا يقف عند حد، بل يصل إلى أقاصي الدنيا وإلى الأولاد في بيوتهم وإلى البنات في حجرهم. فنحن بحاجة إلى الوعي بخطورة الأمر، وهو في الحقيقة في غاية الخطورة، خطورته ليس فقط كما ذكرت من حيث تهديد أمن الناس وتهديد مكتسبات، بل في تهديد دينهم وتشويه. هذا التسلط الذي نشهده على المسلمين في بلاد الدنيا من أسبابه هو هذا الإبراز للإسلام المنحرف الذي الإسلام منه براء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد، مع أن خالد فعله مجتهدا رضي الله تعالى عنه، لكن تبرأ. نحن نحتاج إلى أن نتبرأ من كل مخالفة للإسلام. اللهم إني نبرأ إليك من هذه الأفكار الضالة، نبرأ إليك من هذا الانحراف الذي يلبس ثوب الإيمان وثوب الجهاد وثوب التقوى وثوب الصلاح وهو إفساد وخراب. أسأل الله أن يطهر بلاد المسلمين. أمين. اللهم أمين. أحسن الله إليكم يا شيخ.